تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد الغندور بيتكلم على خالد العقبي لما طلع ورد وقال على مرتضى منصور ان هو كبر وخرف، وبيقول ان الفريق نادي الزمالك هو اضعف فرق المجموعه، وان شيكابالا مش قادر يجري، وان نادي الزمالك ما عندوش نجوم غير زيزو والجزيري، ما فيش حد تاني يذكر او حد له ثقه له في الملعب. فطبعا التصريحات دي انتشرت انتشار واسع، واحنا جبناها في القناة عندنا ونزلناها على صفحتنا، وكان لها تأثير يعني في وسط السوشيال ميديا تأثير شديد. فلما الأمر وصل لخالد الغندور اللي لا بيعدي لا شاردة ولا وردة، طلع يدينا نصايح ويقول ازاي لاعب كبير زي كده بلا قيمة يقول كلام زي كده على نادي الزمالك او على رئيس نادي الزمالك. هو ينفع انا اطلع اقول على نادي الترجي مثلا ان هو نادي تعبان او نادي بلا قيمه او نادي ملهوش فيها، او اطلع اتكلم على رئيس نادي الوداد او الترجي او الى اخره؟ وابتدى يبين يعني انت المفروض كحجم لاعب دولي المفروض تتحلى بالاخلاق وتتحلى بالنقد الموضوعي، وقال شويه كلام حلوين كده في النص. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور قال ايه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور قال ايه، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. كمان سمعت عن لاعب اسمه خالد، مش عايز اقول اسمه، يعني لاعب تونسي بيتكلم بصوره سيئه عن نادي الزمالك. هو كان لعيب، لعب في منتخب تونس شويه، لعب مع الترجي سنه، لعب نهى حياته في الافريقي، ولكن لعب جزء من حياته كبير في قطر. راح لعب في قطر جزء كبير، يعني مش عارف في الوكره وفي اكتر من نادي كده في قطر، وكان وسط مدافع، يعني ما كانش لعيب حريف، كان لعيب ضريب قوي كده يعني جراي. فلقيته بيتكلم عن الزمالك ان الزمالك اضعف فرق المجموعه، ان الزمالك ما عندوش اي ستايل في اللعب، وقعد يتكلم على رئيس النادي مستشار مرتضى منصور. فقعدت اقول حاجتين، مش عايز يتكلم على الراديو في تونس ولا على برنامج في تونس، قعدت اقول حاجتين. الشخص ده لا عايز يشهر، لا عايز يعني يبقى ترند ويتشهر في مصر بتاعه والناس تتكلم عنه. لكن انا يعني او دي وجهه نظره يعني في الزمالك انه فريق مش حلو يعني. فطبعا نادي الزمالك نادي كبير، ورغم انف هؤلاء اللي بيتكلموا، ودول ما بينهم منهم كتير دلوقتي في العالم العربي، يعني يطلع اللي عايز يطلع يقطع في ده، يتكلم كلمتين على ده، يدوس على ده، مين ده عشان يتكلم على نادي الزمالك ونادي الزمالك بقيمته بتاريخه؟ مين ده يعني عشان يتكلم على نادي الزمالك؟ مين ده اللي يتكلم على عن رئيس نادي الزمالك ومجلس ادارته ولاعيبته؟ يعني في النهايه لعيبتنا رايحه تونس ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه وتعمل نتيجه طيبه وايجابيه وتعود، عشان مباراة العودة هتكون يا ان شاء الله يوم الثلاث مش اللي جاي اللي بعديه بإذن الله، مباراة العودة في مصر بإذن الله ان شاء الله، ونكون قادرين يعني ان احنا نعمل نتيجة طيبة. لكن في النهاية دول شوية ناس بلا قيمة، لان اللعيب الدولي اللي له قيمة عمره ما يتكلم على نادي كبير بالاسلوب ده. ممكن يتكلم مثلا يقول هذا النادي مش بيمر بافضل حالاته، عنده لعيبة كويسة، يمكن بعيد عن الفورمة، وجهة نظره بالشياكة وباحترام، ده اللعيب الدولي اللعيب المحترم اللي بيحترم كل الانديه. يعني انتوا تخيلوا مثلا انا اطلع اقول مثلا على الترجي، او اطلع اقول مثلا على اي فريق، دي فرقه ضايعه، دول مش شايفين قدامهم، ده بيلعبوا بلا تكتيك، لعبتهم على قدهم، ده رئيس نادي ديهم ده كذا وكذا وكذا. هل ممكن انا اقول كده على الترجي ولا الافريقي واصدقائنا او الوداد او الرجاء او انديه عربيه كبيره او النصر او الهلال؟ هل ينفع انا كلعيب دولي ثابت ولعيب كنت كابتن الفريق نادي الزمالك اطلع اتكلم على اي نادي بقيمه كبيره زي الترجي زي الافريقي زي النجم الساحلي زي الصفاقسي؟ كلنا لعبنا ضد الانديه دي وليها قيمه كبيره جدا، والاحترام للانديه دي احترام واجب، خصوصا ده الكلام ده ممكن يطلع من مشجع درجه ثالثه او واحد على السوشيال ميديا عايز يشهر، لكن يطلع من لعيب ولاعب لمنتخب تونس ولاعب لانديه كبيره زي الترجي والافريقي، ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. على العموم يعني للاسف السوشيال ميديا بينقلوا الحاجات دي، وكلام غير مقبول من شخص غير سوي اللي بيقول هذا الكلام. تعال نطلع الفاصل. الموضوع ببساطة شديدة، ان كان في
يعني تقريبا برنامج اذاعي او برنامج تلفزيون عبر الشاشه، برنامج تونسي، الصحفي بيقول له ده مرتضى منصور بيقول ان احنا هنكسب الترجي رايح جاي، لان احنا كسبنا الترجي قبل كده في عده مواجهات سابقه والترجي في المتناول، والترجي يعني كان يعني لقمه سائغه بيننا يعني بين اسنان لاعبين نادي الزمالك بما معناه، وان الترجي الزمالك كعبه عالي على الترجي. فالراجل لاعب سابق في الترجي وما عجبوش التصريح. ففي ناس كل واحد على حسب تعبيره وعلى حسب اسلوبه بيتكلم بما ما يعني بما يشاهد من احداث جاريه ومن تصريحات ومن. فهو الراجل يعني اتضايق على نادي، فراح طلع قال ان مرتضى منصور ده مخه يعني او كبره خرف او ما شابه، وقال على لعيب الزمالك ان هي يعني خارج الفورمه، وقال ان حتى شيكابالا مش قادر يجري، وقال يعني بما معناه، وطبعا قال ان الزمالك اضعف فريق في المجموعه. فلما الموضوع كبر وخالد الغندور سمعه او شاف الفيديو اتجنن، ازاي تقول كده على ولي نعمتي، ازاي تقول كده مش عارف ايه، وطالع خالد بيديله نصايح بيقول له هذا لا يليق وهذا لا يصح وهذا مش عارف ايه وهذا. طيب لما مرتضى منصور كان بيطلع يقول على حسين الشحات ده شحات، كنت فين يا خالد يا غندور؟ كان هل هذا يصح؟ لما كان بيقول على ازارو ده مش عارف اللاعب اللي عندي افضل من ازارو اللي قاعد له خدام في المنتخب، فاكر يا خالد يا غندور؟ فاكر؟ فاكر التقليل من كل صفقه النادي الاهلي بيجيبها ويقول الواد ده مش عارف تعبان والواد ده مش عارف ايه؟ كنت فين؟ هو انتوا لما تعملوا الكارثه والمصيبه تبقى حلوه وزي العسل، لما حد يدوقكم من نفس الكاس تتوجعوا وتتشالوا وتتحطوا. ما هو انتوا لو لسانكم في بقكم من زمان ما بتجيبوش سيره حد. ده في اعلامي تونسي انا مش متذكر اسمه طلع وقال مرتضى منصور مسخر قناه نادي الزمالك للهجوم على النادي الاهلي، مسخر قناه الزمالك للشتيمه في النادي الاهلي وفي الشتيمه في الخطيب. الناس اللي بره خدت بالها وشافت، واحنا هنا قاعدين صم بكم، الدوله قاعده مش في دماغها. مرتضى منصور بطل يطلع مؤقتا يا فندم، مؤقتا يا فندم، علشان في احتقان كبير في الشارع الرياضي، بطل يطلع مرتضى منصور، لكن دي تعليمات بيدوسوا على الزرار امتى تسكت وامتى تتكلم معروفه، يعني مش هقول لكم سر، يعني ما كلنا عارفين الكلام ده، مش انا بس بخترع ولا بفتكس. ويجي واحد يقول لك لا ده مش الزمالك الدوله، لا ده مش عارف ايه، لا المهم نرجع ايه لموضوع خالد الغندور. خالد باشا بيحرم على غيره اللي هم بيعملوه، اللي هم يقللوا من اللعيبه ويشتموا في اللعيبه ده يبقى لا، لسه النادي الاهلي متعاقد على مع مروان عطيه، يطلع مرتضى منصور يسب مرتضى عطيه، عفوا يسب مروان عطيه ويبينه اكنه ما بيعرفش يلمس كوره. ايه ده؟ يعني انت اللي بتعمله اهو يا مرتضى، انت وحتى هزازين الرؤوس، عشان ما فيش حد يقول لي هي شخصيه مرتضى كده. يعني ايه شخصيته كده؟ خلاص كل واحد يقل ادبه ويبقى شخصيته كده، كل واحد يتجاوز ويبقى شخصيته كده، ما دام هي بقت وصلت لكده. لما انت بتدي مبرر للتجاوز والخروج عن النص، خالد الغندور كان بيقعد هو هزاز الرؤوس يقطعه في اي لاعب النادي الاهلي بيتعاقد معاه، او كان في دخول في الصفقه من نادي الزمالك. فانت يا خالد الغندور ما تلومش على غيرك ان هو بيتكلم بمنطق ان انتوا فرقه ضعيفه. انتوا فرقه ضعيفه. مرتضى منصور كبر وخرف، بص مرتضى منصور بيقول ايه وبيعمل ايه في الفتره الاخيره، وانت بتعرف كلام الراجل ده اذا كان صح ولا غلط. لكن تطلع تهاجم الراجل علشان هو قال وجهه نظره اللي اصلا مرتضى منصور بيقولها في كل الناس، يا راجل ده بيطلع يقول على شوبير كذا وكذا وكذا بالاسم، بيطلع يشتم الحكام بالاسم، بيطلع يشتم السوشيال ميديا بالاسم والصفحات بالاسم والقنوات بالاسم، بيطلع يملي ارقام تليفونات بتاعت ناس على الهواء وانت بتبقى قاعد ما بتتكلمش. جاي دلوقتي بتقول ان ما ينصحش وما ينفعش يقول كده على رئيسه، وده عنده مش عارف ايه وعنده ايه. طبعا خالد الغندور خايف من، يعني عارفين الكلام على المتغطي، يعني لو مرتضى عمل مداخله بقول له انت بتتكلم ازاي يا خالد؟ اتكلم كويس، ازاي تقول على رئيس؟ لا قول له انت ابن كذا واللي جابتك كذا وكذا.
مرتضى كان يعمل كده، بس دلوقتي مرتضى واخد تعليمات بلاش مرتضى تطلع عشان احنا بنهدي الامور وبنسعى للصلح مع الخطيب واهدى كده، ويعني بلاش تهيج الدنيا. فمرتضى دلوقتي ساكت، ممكن يعمل له ايه فيديو مثلا كل 3 4 ايام ويدخل اسم النادي الاهلي في النص كده، وكلام ايه ما بين السطور، او يضع السم في العسل يعني على طريقته، لكن يطلع بشكل يومي زي ما كان بيعمل الاول. لا هو بطل بطل علشان دي تعليمات من المسؤولين ان هو يعني ما يدخلش في ايه في صدمات او جدالات اخرى. لكن هو مصيره يطلع ولا هيطلع ويرجع زي ما كان بالظبط، ويقول لك ايه انا سكت فتره اهو علشان مش عارف ايه، بس هم مش ساكتين، هم بيتكلموا، والعيال بتاع الصفحات والعيال بتاع السوشيال ميديا والعيال مش عارف ايه. فهو شويه كده وهتبص تلاقيه طلع ويفضل ايه يقول الكلمتين اياهم اللي حافظهم، ويبتدي بقى يزود عليهم ويجود عليهم. لكن يا خالد انت ما ينفعش تحدف الناس بالطوب وانت بيتك من ازاز يا ابني، ما انتوا بتقولوا كل الموبقات في قناه نادي الزمالك، وهزاز الروس ما بيقولوا اكتر من كده بكتير. ده انتوا اتريقتوا على حسين الشحات وعلى صفقه حسين ميسي وعلى صفقه سام اسمه ايه ده اسمه ايه الجزائري، واتريقتوا على ازارو، واتريقتوا على مين، كل لاعب النادي الاهلي بيجيبه بتتريقوا عليه. ومش كده وبس، لا ده انتوا بتقللوا وبتشتموا وبتهجصوا كل حاجه بتعملوها. جاي تقول للراجل ما تقولش وتعيد وتزيد، وجايب لنا واحد من تونس ومش يا عم خالد ما تركزوا في فريقكم، ده انتوا عندكم ماتش بكره يا راجل، يا راجل ده انتوا عندكم ماتش بكره. يعني ربنا ان شاء الله يوفق الترجي كده ويفرحنا ويفرح مصر. انا كتبت بوست والله، يعني بوست كان حلو يعني عجبني، بعد ما كتبت كده بصيت على كده قلت ان شاء الله مصر تفرح يوم السبت بفوز النادي الاهلي وفوز الترجي. يعني البوست ده يعني جاب يعني لايكات حلوه وجاب شيرات حلوه، مش علشان انا مش علشان طبعا في ناس ما فهمتش الترجي ليه، الترجي قال راح قال لك ليه الترجي لا الاهلي بس، لا ما هو انتوا مش عارفين ان الترجي هيلعب مع الزمالك، واحنا مش بنشجع اي فرقه بتلعب قصاد الزمالك، لا مش احنا ما بنروحش نشتري تيشيرتات انديه اخرى ونقف في المدرجات مش هنرجعها، لا احنا بنتمنى زي ما هم بيتمنوا. هو خالد الغدور نفسه قال لك انا ما بتمناش النادي الاهلي يفوز في اي مباراه سواء داخليا او خارجيا، علشان لو النادي الاهلي فاز وخد افريقيا هيفرق عني، قال يعني انت واد حريت في افريقيا قوي، واد بتاخد افريقيا كل سنه، فايه ففي تنافس بينك وما بين النادي الاهلي. على العموم خالد الغندور يعني بيحب ايه؟ يحب يبين ان هو فاهم في كل حاجه وفي اي حاجه، بس احنا بنقول له يا كابتن خالد هو مش من اعمالكم سلط عليكم، اهو دول لا مصريين ولا تقدر تقاضيهم ولا تقدر تكلمهم، ومسحوا بكرامه نادي الزمالك الارض ومرتضى منصور الارض وما اتكلمتش. طبعا مرتضى منصور واخد تعليمات انه ما يظهرش، بس لو نادي الزمالك فاز على الترجي هتشوف مرتضى منصور هيعمل ايه، هيطلع ويهلل وانا وممكن لو اتغلب برضه يطلع يطلع يقول اي كلمتين اذا كان في سحر او شعوذه، والهوسه اللي بيطلع يقولها دي يقول لك قد اللاعبين اتاخر ما اتاخرش واللعيبه ما اندمجتش برضه طلع اي تدوير. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معاكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.